السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين وبخير. هنبدأ الدورة السنوية اللي احنا بنعملها كل سنة في سناب شات، بقالنا كده 3 سنين تقريبا. بنشرح سناب شات على آخر وضع هو وصل له، بالواجهات الجديدة بتاعته، بكل شيء من الصفر يعني عادي. طبعا الدروس القديمة هي، بس الناس بتدخل لما بتلاقي مثلا شكل اليوزر اتغير، يعني مثلا شكل إضافة الكريت اد دلوقتي بقى مختلف شوية، بقى هنا الشكل بقى بالشكل ده. الأول كان ده بيبقى موجود وأنت بتختار منه، برضو ضافوا حاجات أكتر في اللي هي الكويك ادز زي ما بيسموها. فإن شاء الله الدورة ديت هتبقى من الصفر خالص لغاية ما نخلص كل شيء. ممكن بيبقوا 10 دروس 15 درس على حسب بقى ما نوصل. إن شاء الله هيبقى درس كامل، دورة كاملة في سناب شات من شرح كل الأوبشنات اللي انتم شايفينها قدامكم ديت، من شرح الإحصائيات، من كل شيء. هنبدأ مع بعض وهنشرح التفاصيل اللي انتم شايفينها قدامكم دي. يعني انت هنا لما بتبدأ، يعني انت أول ما بتيجي أصلا بتلاقي الحاجات دي فاضية، يعني المفروض انت بتلاقي الشاشة دي الأساسية عندك، بس ما بيبقاش في أي أرقام ولا أي حاجة هنا، ماشي؟ بتبقى كده إيه، فاضية، عشان انت لسه جديد. فانت عايز، هنشرح بس النهاردة كتعريفيا هو إيه القايمة دي، ماشي؟ طبعا انت عشان تبدا معايا لازم تعمل حساب في سناب شات، تعمل حساب في ادز دوت ادز دوت كوم ادز دوت ادز دوت سناب شات دوت كوم. ده حساب الاعلاني، وهقولها تاني، الحساب الاعلاني ملوش علاقه بحسابك الشخصي. يعني لو لا قدر الله حسابك الاعلاني مثلا اخذ بلوك الاعلانات اللي انت بتنزلها غير مسموح بيها وخلافه، فحسابك الشخصي شغال عادي، لان ما فيش اي ربط ما بين الحسابين. يعني الناس بتدخل سناب شات بتبقى فاكره اني عايز اعمل اعلان، نزلت فيديو على حسابي الشخصي عايز اعمل له ترويج هنا. لا، مفيش كده، مش زي فيسبوك، مش زي الحاجات دي سناب شات. لا، ده اعلانات للمواقع، للتطبيقات. طبعا للحسابات الشخصيه لها وضع، لازم تعمل موقع وكده، هنتكلم عليها في وقتها ان شاء الله. بس خليك فاهم وانت شغال ان حسابك الشخصي حاجه وحسابك الاعلان حاجه تانية خالص، منفصلين، لا يوجد اي ربط بينهم. انت هنا في الجزء ده بيبقى عندك هنا كرييت اد، هنا المانج از اللي انت بتشوف فيها التفاصيل بتاعتك، هنا الهلب لو انت عايز تروح تعمل تبعت لهم سبورت ولا حاجه، وهنا في حاجات بتساعد الاودينس اللي انت بتضيفها، الابس لو انت رابط حاجه، الكتالوجز هنشوفها برضه في نوع الاعلانات، السناب بيكسل ده كود بتاخده تحطه في موقعك بحيث ان سناب شات يعرف مين اللي بيروح موقعك، فما تعمل حمله يظهر للناس اللي بتروح موقعك دي الحمله اللي انت عاملها. فهو من الاخر يعني، عشان برضه في لبس بيجي على الناس، هو طريقه بتعرف سناب شات مين اللي بيدخل موقعك عشان يقدر يظهر له اعلاناتك او الاعلانات المناسبه ليه بقى. يعني هو عموما بيستخدمها في الحاجات دي. هنا الكرييتيف لايبراري لما بتكريت اعلان او كده بتلاقيه موجود هنا، بتكريت لينس او اي حاجه بتلاقيها موجوده هنا. دي الاناليسيس اللي هي الاودينس اناليسيس، يعني ممكن لو ضغطت عليها تشوف مثلا الناس اللي دخلت عندك بقى كده، تقدر طبعا يعني تعملها وبتحطها عشان تعرف ايه. يعني لو رحنا هنا مثلا، خلينا نكتب مثلا سعودي كده، بيجيب لك الناس اللي كانوا داخلين الحسابات الاعلانات، الكاتيجوري بتاعهم ايه، الارقام بتاعتها عربي انجليزي، عشان تقدر تظبط ايه احصائياتك. طبعا تقدر برضه تشوف الاعمار اللي موجوده، اللوكيشن، الناس بتهتم بايه، ده الناس كانت داخله عندي من المناطق ديت كانوا مهتمين بالسبورت. ده احصائيات الحملات اللي انا عاملها في الحساب اللي انا بشتغل بيه، ماشي؟ بعد كده عندك بقى البيزنس ديتيلز، دي بيانات بقى الاكونت بتاعك، اسمك الشخصي، الفيز اللي انت رابطها، الممبرز، العضو، الاعضاء اللي انت لانك تقدر تعمل لواحد معاك زي اكونت كده يبقى معاك فيه، وهكذا، ماشي؟ فده باختصار مقدمه على اللي احنا هنتناول فيه. هنبدا بقى ان شاء الله من المره الجايه نكريت اد، هنبدا طبعا بالادفانسد عشان هو اللي فيه الخيارات الكتيره، ونشرح اعلان او الاعلان بالتفصيل. بعد كده الاعلانات الثانيه نفس يعني ايه، نفس الخيارات دي زي ما هنشوف، هيبقى بس كل اعلان من دول، كل اعلان من دول بيفرق بس عن التاني في حته زياده، نوع كلمه زياده، فيديو ينضاف زياده، واحد برابط واحد من غير رابط وهكذا. انما نفس الخصائص دي هتلاقيها واحده، نفس الخصائص اللي بعد كده. مثلا لو انا سيلكت هنا الدرايف هتيجي كده هتلاقي نفس الاعدادات دي واحده، هي ماشي. وهتيجي هنا مثلا، ده هنا، لا ده هنا، هتلاقي هي ده له لينك. لو انت رحت هنا وغيرت بس الفيديو فيو، يس، هتروح هنا هتلاقي كل التفاصيل واحده، يعني هتلاقي هنا التفاصيل هي ماشي. بس لو رحت هنا بقى هتلاقي فيديو بس، هتلاقي مفيش لينك، لان هو ده الفرق ما بين فيديو بلا رابط وفيديو من غير رابط وهكذا.
فهنبدا نشرح كل حاجه ان شاء الله من الصفر من المره الجايه. فيا ريت ما تنساناش من اللايك من الشير، يا ريت الناس تعمل سبسكرايب. يعني انا الناس اللي بشوفوا الفيديوهات عندنا عشان بلاقيهم 70% مش عاملين سبسكرايب، فطبيعي الواحد ما عايزين نوصل لعدد سبسكرايب كويس عشان الواحد يتحمس انه يكمل. فانتظرونا المحاضرات الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.